البلاد دي من النصر. أيوة. يقول صرمني يا رازقي في ركيب الشعب، صرمني يا رازقي في ركيب الشعب، وكل ما جاء لنا عام انت عدى عذاب. الله. أيوة. نهتم فيها والله، نفتحها ونبشرها ونحشش العرق والسندان والخيشر والعثرة، ما نخلي فيها ولا حاج، كنا مهتمين فيها والله، ونفتحها بالحراثة ولا بالثيران، اللي عنده حراثة واللي عنده الثيران. الحياة قبل والآن إيش الفرق بينها؟ الزراعة. الزراعة هذا الحين أحسن من قدام. تطورت. هذا الحين أحسن والله. أحسن من قدام. أول ماشي تعرف ماشي مطران قليل تجي، وما يجي زراعة ماشي قليل تأخذها ما قرة ولا بردا ولا تعرف. أول كان في تعاون بينكم بين. أيوة أيوة قدام كان تعاون والله بيننا وبين الجيرة، نصرح نصرم في الركيب كلنا، نجي ثلاثة أربع يصرمنا خمس، ما شاء الله علينا نأخذ ذاك الركيب ونها عشي ثاني نزيد نصرح في ركيب ثاني. ما شاء الله علينا والله. صرمني يا رازقي في ركيب الشعب، وكل ما جاء لنا عم تعدى عذاب. صرمني يا رازقي في ركيب الشعب، وكل ما جاء لنا عم تعدى عذاب. انا وانا بعد اخاف اني عمري اخاف 4 سنين 5 سنين ونحن على الزراعة مع أمي وبي وكله 50 سنة من يوم بدينا نزرع ونصرم ونسوي كل حاجة ونديس ونذري، وتقعد جوف الجور أسبوع وأسبوعين نقعد نذريها قدام يوم ماشي لا بقرة ولا ذا. الحين يا ربي لك الحمد، الحصادات فيه والحراثة ويا ربي لك الحمد، ما علينا خلاف، الحمد لله والشكر لله سبحانه. اي وذا الحين موسم الزرع، موسم الحنطة، ذا الحين موسم الحنطة والشعير والبوسن واللي يبغى يذرع وكل حاجة، ذا الحين كل شيء يحقل ذا الحين. اي وكلها والله اللي تشتهر فيها الباحة المزارع والله، ويا ربي لك الحمد والله. يا حبيبي الزراعة ما في زيها الزراعة، من يوم تنبت إلى نروحها البيت ما نقف عنه، يكون عاد فترة 4 أشهر 3 أشهر وخلاص نصرح عند نعلف ونحط للبقر واللي نهب وكل شيء والله كل حاجة والله. يا حبيبي الزراعة ما في زيها الزراعة، من يوم تنبت إلى نروحها البيت ما نقف عنه، يكون عاد فترة 4 أشهر 3 أشهر وخلاص نصرح عند نعلف ونحط للبقر واللي نهب وكل شيء والله كل حاجة. ونزرع سوا نحن والرجال والله، سوا كنا سوا والله، كنا نهب بلادنا سوا، نصرح نصرم ناخذ لنا ثنتين ثلاث ونصرح نصرم نحن وياهن في ركيب وعشي ثاني في الركيب الثاني. التضليع اضلع بالمسحه، اضلع الركيب من نيا الين هنيك اخر بالمسحه،
وازيد اصدر اذر. كنا نبشرع ونرفع الحصيان ونحشش سندانها وعرقها، ما خلي فيها شمان من يوم خلقت. اماني ما قد خلت بلادي احشش سندانها وعرقها والحصيان يرفعونها العيال، وما نخلي فيها شي مر، ما نسرح الا وهي سلام. والله شيبان الله يرحمهم علي عنهم. ها يوم كنا في البيوت القدم كنا نطحن الرحاح، وكنا نستقي في القربة فوق ظهورنا، وكنا ننقى الحاب، وانا اسرح نصرم، وانا اخلى البلاد نتعلف منها، ومعنا كل شغله قدام والله. ونسطر العيش يما ظلينا نصرم نسطره ونكبسه، وتجي المطران ونتعب تعبا والله، انا تعبا والله، اي والله تعبا، ما يروح الواحد وعاد يبغى نفسه يسمته يحذب بنفسه الواحد. الطعب ذيك الحلبة وذاك الريحان وذاك الطحين نحطه نحرق ونصب السمن فوقه ونصفيه ونصب فوقه لين يقطع، وقطع صفينا من جوف المنخل وحطيناه على البيت ولا الضيف اللي يجن. لا ما هو ذا الحين شوي يعني متى شوي حق شهر شهرين قولي باقي نفتح البلاد باقي نفتح البلاد ذا الحين بالحراثة ولا فتحنا ونبشرها ننظف سندانها وعرقها، وبعدين يزيد يجينا مطرا ونزيد نذرها. طير على احمد لي وتمنع شبابه لا 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 لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.